تعددت ألقابها وأسماؤها، لعبت الموت وأجادت الهروب منه مرات كثيرة، حازت على إعجاب أكبر القادة السياسيين، وفقدت حياتها في وضح النهار على يد عاشق مجنون. كريستينا سكاربيك، فتاة جيمس بوند، الجاسوسة المفضلة لرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، من عائلة أرستقراطية بولندية، كان الميلاد عام 1908، نشأة غلب عليها طابع الترف الذي لم يدم طويلاً. فبعد وفاة والدها انقلبت الأمور رأساً على عقب، ووقعت الأسرة في العديد من المشاكل المادية. عملت كريستينا في فرع شركة فيات في وارسو، ثم في التهريب عبر الحدود، الذي أكسبها مهارة كبيرة في التعرف على أماكن الاختباء والمسارات المجهولة وسط الجبال. اشتعلت الحرب العالمية الثانية، فهرعت كريستينا إلى رجال المخابرات السرية البريطانية الذين رأوا من ذكائها وحماسها ما جعلهم يتحمسون لها، وتم تسجيلها على الفور كأول مجندة في جهاز الاستخبارات البريطاني. على مدار السنوات التالية أصبحت البولندية مادة أسطورية في مجتمع الاستخبارات، تسافر خلسة عبر الحدود وترافق عشاقها العديدين أثناء الحرب. ألقي القبض عليها مرتين واستجوبها الألمان، ولكنها تمكنت من تحرير نفسها. قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية بشهور قليلة، قامت المخابرات البريطانية بالاستغناء عن كريستينا، فعاشت حياة الملل والاكتئاب. عملت نادلة في المقاهي، ثم عاملة نظافة على متن سفينة ركاب، مهنة تسببت في نهاية حياتها، فقد تعرفت من خلالها على قاتلها الذي كان أحد المشرفين على السفينة التي تعمل بها. توتر وهوس ورفض للزواج الذي عرضه عليها. وفي إحدى إجازاتها من العمل عام 1952 سافرت إلى لندن، تبعها المحب المهووس وقتلها في ردهة الفندق الرخيص، مستخدماً سكيناً شبيهاً بسكينها في أثناء الحرب.